أهلا بكل السادة المتابعين المشاهدين في مصر والعالم العربي، تحية لكم جميعا. معاكم شركة بالم هيلو للاستشارات الزراعية والطريات العامة، معكم أينما كنتم في جميع جمهورية مصر العربية وجميع المحافظات إن شاء الله. المشتل موجود بمحافظة المنيا، الصحراوي الغربي، مدق الحجر، الريف المصري. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة جوه المشتل بنبث لحضراتكم فيديو عن نخيل المجدول والنموات الخضرية اللي حصلت فيه بنت الجورة إن شاء الله مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين ده نخيل مجدول بأحجام مختلفة بفضل الله يا رب، تم توريده للمشتل وتنظيفه وتحضيره للزراعة، والحمد لله تم زراعته في أصاري زي ما حضراتكم شايفين. والحمد لله يا رب خلال أشهر قليلة جدا حصل زيادة في النموات الخضرية بالشكل دوت. قرب الكاميرا بعد إذنك، وضح للناس. كان الرباط أهو، ودي منطقة التطويش، حصل زيادة في النموات الخضرية بسم الله ما شاء الله، وده دليل قوي جدا على خروج جذور أسفل في الأصرية. كمان حصل تطويش للأبناء اللي هي طبعا الفسايل بفضل الله، وتم زيادة في النموات الخضرية زي ما حضراتكم شايفين. وضح هنا بعد إذنك عليها واحدة اتنين تلاتة أهو هنا في الخلفية، والحمد لله وادي زيادة في النموات الخضرية كمان الحمد لله يا رب، زيادة محترمة جدا، وهنا كمان زيادة بالشكل دوت وفيها فسلتين إن شاء الله. تابعوا معانا إن شاء الله، هنا أحجام محترمة جدا، نموات خضرية قوية. هنا كمان قرب ووضح للناس بعد إذنك، أدي شكل الجريد، وده طالما النخلة فتحت جريد بالشكل دوت ده دليل قوي جدا على تخريج جذور أسفل النخلة. كمان حواليها كام فسيلة، قرب هنا بعد إذنك، أدي فسيلة نمو جديد لأن التطويش باين هنا يا جماعة بعد إذنكم، أدي التطويش وسحبة المسايف كانت هنا، الحمد لله زيادة في النموات الخضرية بالشكل دوت. أدي واحدة، أدي اتنين، أدي تلاتة، أربعة، خمس فسايل، خمس فسايل بسم الله ما شاء الله. وأدي السادس هنا كمان أهو، قرب هنا بعد إذنك أهو، أدي سادس فسيلة طالعة أهي بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة. كمان اللي جنبكم النماذج مختلفة، أوضح للناس كل النماذج المتاحة بعد إذنك. هنا كمان ادي الفسائل حواليها بسم الله ما شاء الله، فسيله اثنين، والزياده في النموات الخضريه تعدت ال 50 وال 70 سم. وتعالى ورايا كمان من غير ما تقفل الكاميرا بعد اذنك، تعالى قرب كمان ووضح للناس. هنا ادي النموات الخضريه يا جماعه بسم الله ما شاء الله، التفريد وشكل السعف الجديد كمان بسم الله ما شاء الله، وقلوب جديده قويه جدا الحمد لله اهو، زياده في النموات الخضريه. مش هتاخد شتله من عندنا طالما حضرتك حجزت، على فكره الحمد لله بفضل الله يا رب الكميه كلها محجوزه بالكامل تمام، ان شاء الله تتزرع في شهر 10 القادم، و ان شاء الله في حجوزات لشهر 3 و4 القادمين باذن الله. فلو حضرتك حابب تحجز معانا بتحجز من دلوقتي تمام، مش الشهر الجاي، دلوقتي تمام، ان شاء الله خلال شهر سبتمبر شهر 9، وان شاء الله تزرع معانا في شهر 4 و5 اللي جايين بفضل الله تعالى. زي ما حضراتكم شايفين النموات الخضريه قويه جدا، فسايل حواليها مفيش، تقريبا معظم الفسايل او معظم بنت الجره اللي عندنا في اصاري حواليها فسايل بسم الله ما شاء الله. هنا اثنين اهو كمان تمام بالشكل دوت، ادي فسيلتين يا جماعه، ادي فسيله والثانيه كانوا متطوشين وزودوا نموات خضريه، وادي كمان هنا جنبك اهو زياده في النموات الخضريه تحت وفوق. كمان قرب معايا هنا بعد اذنك، كمان دي فيها ثلاث فسايل مزوده اهي، ادي فسيله اثنين، وادي كمان الثالثه اهي. طيب قرب كمان بعد اذنك، هنتعب الناس شويه معانا، كمان ادي واحده اثنين ثلاثه، واحده اثنين ثلاثه، وكمان الزياده في النموات الخضريه تعدت ل 40 50 سم. مش هتاخد نخله من عندنا بفضل الله الا ما تكون مزوده نمو خضري ونمو جذري قوي جدا، وان شاء الله الغالبيه العظمى مش كلهم هيكون فيها فسايل، ولكن الغالبيه العظمى ان شاء الله من شغلنا في النخيل المجدول هيكون فيه فسيله واثنين وثلاثه بفضل الله تعالى. اتفضلوا هنا شوفوا معانا ان شاء الله، ادي زياده في فسايل النخيل بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه جدا. كمان اهو واحده اثنين ثلاثه، وكمان شوفوا النموات الخضريه بعد اذنك، وريهم النموات الخضريه وقوتها بالشكل دوت، ده دليل قوي على تخريج جذور قويه في الاصريه ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين حاجه محترمه، حاجه جميله ان شاء الله. كمان الشغل ده يا جماعه لسه معاه شهر ونص شهرين عشان يتزرع وبيتفرز بفضل الله تعالى. اللي مش مزوده ما بتستلمهاش، الميته ما بتستلمهاش. نحن نختلف على الاخرين في ايه؟ كل الناس بتقول لك خد باكي على بعضها وصف على بعضه، احنا ما بنعملش كده، حضرتك بتاخد السليمه الشغاله الكويسه، نمو خضري ونمو جذري قوي تمام، كل ما هو ضعيفه ما اشتغلتش ما بتستلمهاش وما بتاخدهاش تمام. للتواصل عبر الواتساب فقط يا جماعه، وشغل جمله ومزارع فقط يا جماعه بعد اذنكم، عشان بيقول لي عايز واحده اثنين ثلاثه، للاسف احنا ما بنشتغلش الفتره ديت شغل فردي نهائي، كله شغل مزارع شغل جمله، ما فيش اكتر من كده. تواصل عبر الواتساب 010-992-74418، عبر الواتساب رسائل صوتيه او اتصال ان شاء الله تحت امر حضراتكم باذن الله، واترك لنا رساله بتفاصيل حضرتك والمساحه وتاسيس معك منذ التاسيس، بنوضح لحضراتكم التاسيس وتحضير الجور
وكمان التوريد والزراعه وازاي تركب شبكه الري المناسبه لزراعه المجدول. المجدول برضو علشان نقول لحضراتكم هو انتاج قوي، انتاج تصديري، التمور بتاعته بجوده عاليه جدا، فيها مواصفات قياسيه عاليه جدا في التغذيه، فبالتالي مطلوبه في الاسواق الاوروبيه والاسواق الغربيه عموما. فان شاء الله باذن الله معاكم خطوه بخطوه شركه بالم هيل والسيارات الزراعيه والتوريدات العامه، محدثكم جوزيف بولس، معكم خطوه بخطوه ان شاء الله منذ التاسيس وكمان بعد الزراعه ان شاء الله، مش توريد بس وزراعه ولكن اشراف ما بعد الزراعه ان شاء الله. شكرا لكم وان شاء الله اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.